نختم حلقتنا مع دكتور سهيل مطر. اهلا وسهلا فيك دكتور، ينعاد عليك. ان شاء الله بيكون عيد مبارك على الكل. شكرا. وعلى عائلتك ايضا. قصه الرعاه هن وراجعين من عند يسوع، شو كتبت عنهم؟ مين شافوا؟ شو قالوا؟ عم نخلط شوي بالانجيل بين موقف الرعاه هن وراجعين، شو شافوا، شو خبروا، شو حكيوا. هن وراجعين الرعاه مثل ما بيقول الانجيل يعني التقيوا بعصفور بقفص، والتقيوا بصبية قلقة حزينة، والتقيوا بشاعر كئيب. خبروهم قالوا لهم ولد يسوع. ركضوا هالثلاثة كل واحد بدوره على المزود محل ما هو يسوع. شو قالوا له؟ هيدا اللي أنا بحب صلي فيه الليلة مع هالثلاثة. هالثلاث أشخاص هن كل واحد منا يعني بيمثلونا لإلنا بحالاتنا المختلفة بالحياة. العصفور إذا عم بيحكي أكيد عم بيحكي باسمي وباسمك باسم المكان. بقى كل واحد شو قال من هودي الثلاثة؟ رح نبلش حكيهم. كان صلاة؟ صلاة. صلاة. مش رح نحكي إلا صلاة الليل. أول شيء العصفور. وقت اللي عرف بالخبرية بدأ شجار العصفور مع القفص، تحطمت القضبان، انفتحت النوافذ، طار العصفور، غطى داخل المزود في بيت لحم وراح يصلي. يا يسوع آت إليك من قفصي القديم، قفص القمع والقهر والغربة، آت إليك من السجن. حطموا جناحي الصغيرين، شلوا أعصاب قدمي، لووا ركبتي وكتفي، اعتقلوا لحظات الغناء، منعوا عني الفضاء، هربت منهم إليك. لا أدري كيف وصلت يا يسوع، ولكنني وصلت. أنت هو الحرية، أعطني حريتي. أنت هو الفضاء، أعطني بعض صفاء وهواء. أنت هو الزمان، أعطني وقتا لأحيا. يا يسوع أيها الطفل الطيب، طيب قلقي وأجبني. لماذا يسجنون العصافير؟ لماذا يحولون المنازل إلى سجون؟ الأديان إلى سجون، الأحزاب إلى سجون، الزواج، المدارس، الجامعات، الكنائس إلى سجون، الوطن إلى سجون. قل لي لمن الحرية إن لم تكن للعصافير والأطفال وذوي الصدور العارية وهم يصرخون لا بحق طفولتك، بحق المرأة التي تحتضنك الآن وفي قلبها كل حنانات الأرض، بحق هذا الفقر اللذيذ الذي تكحل عينيك به، بحق هذه البراءة المرسومة على جلدك الطري، بحق كل هذه الشعوب والحيوانات المجتمعة حول المزود. صن حريتي ودعني أقبل يديك. شحلو. إليك يا رب أصلي. هذا الكتاب في مجموعة صلوات. نعم. قلتها بمناسبات متعددة ومن الجملة هذه. هلأ بعد العصفور وصلت الصبية، شو قالت له؟ يا يسوع أعطني أن أغفو معك، في جسدي ألف خافق وضائق وطارق. جاءني زوار الليل، سرقوا النوم من عيني، اقتلعوا الفرح والهدوء، صادروا حبيبي. وأنا وحدي، وحدي في غابة ألسنة وظنون وأحقاد. انظر إليهم يتنصتون علي، يلحقون بي، يحصون أنفاسي والكلمات. قل لي يا يسوع لماذا جعلوا الحب جريمة، والعاشق مهربا، والصادق مهوسا، والقبلة سكينا؟ لماذا جعلوا قصيدة الحب منشورا سريا؟ كيف حولوا الأحلام إلى كوابيس،
والوردة إلى رماد، والشفاه إلى ألغام متفجرة. بحق من تحب يا يسوع، بحق يوسف أنبل الرجال وحبه هو الطهر، بحق مريم أحلى الحبيبات وأطيب الأمهات ولا دنس، بحق الرعاة، بحق المجوس والأطفال الذين يذبحون قامة وعمرا وبراءة لأنهم يشبهونك، قل لهم أن يعيدوا النوم إلى عيني ويرجع حبيبي ويمنحوني بعض الوقت كي أجمع لك الليل أقمارا وورودا وهدايا. أنا المجوسية يا يسوع، الغجرية الداشرة، الزهرة المسحوقة، أوصهم أن الحب جميل، أجمل ما في الأرض، وقل لهم أحبوا بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم. والسلام. أحلى رسالة على كل حال، اللي هي رسالة الحب. أكيد، والمسيحية كلها سوا. إذا بدنا نحكي عن يسوع هي عملية حب طبعا، من الولادة حتى الفداء. بعدين في رسالة وصلات. الرسالة الثالثة، نعم، مين الشاعر الحزين الكئيب؟ هل الشاعر بجسد حضرتك؟ ما بعرف، بجسدك انت وبجسدها، يعني تقلك ليه؟ لانه كل انسان بيمرق بهيدي الحالة، يعني بحياته. نحن بنعرف انه بس وصلوا الرعاة، وقت اللي طلعوا عليهم الملائكة قالوا له نولد يسوع، ركضوا. طيب هودي الرعاة وهن وراجعين، صاروا يخبروا الناس، يعني مين الناس؟ يعني نحن. صاروا يقولوا لنا في شخص ولد جديد وهو المخلص وهو يسوع وبده خلصنا وبده يحبنا وبده ركضوا ليه؟ هذا الامر الطبيعي، مثل ما كل واحد منا هلا بيركض لعند يسوع. ممكن نركض اكثر شيء بمناسبه الاعياد، ولكن الامر الطبيعي انه الواحد هو عم بينام وبيكون قلق وموجوع وحزين، يسلم كل شيء لربنا. يعني الايمان بانه يسوع مخلص أهم بكثير من جميع الممارسات اللي بنمارسها بالحياة العادية. الإيمان هذا بقى إن شاء الله كل واحد منا يكون عنده هالإيمان. بقى بضل في عنا هذا الإنسان الكئيب، الشاعر الحزين. وصل آت إليك يا يسوع، وقد اغتالوا الأحلام فيا والخيال، التأم مجلس شيوخ الشعب، رؤساء الكهنة والكتبة، تناوب علي قيافة وبيلاطس وهيرودس، فتشوا في صدري، في الشرايين، في مسامات جلدي، في عمودي الفقري، بحثوا بين الأظافر وشعيرات الجسد، في ثيابي الداخلية، في عيني وجبهتي والأنفاس، سألوني عن أدلة الجريمة، كيف، لماذا، متى، كيف كتبت، متى قرأت، لماذا رفعت صوتي، لماذا أدرت ظهري، لماذا وضعت يدي على ركبتي، لماذا لم أنحني كثيرا، لم أقف كثيرا، لم أضعف كثيرا، لم أمت كثيرا. جمعوا بقايا جسدي يا يسوع في زنزانة، في كيس، في حذاء. من هم؟ هم لصوص الهيكل يا يسوع. بعيني رأيتهم يسرقون، يقتلون، يغتصبون، يقهرون أمي وأختي وطفلتي. جاءوا مع يهوذا، اقتحموا قلمي وكتبي وذاكرتي والحنين، عذبوا روحي، صلبوني، ذبحوا في الكلام والسلام. وتسألني بعد يا يسوع، فك قيود صوتي، إبري قلمي بسيف شجاعتك، أعطني زمناً. أما هم لا تغفر، هؤلاء يعرفون ماذا يفعلون. معك دكتور سهيل مطر، عشنا فرح الميلاد وكمان عشنا الفداء ومرحلة الصليب، بس من بعدها بتجي القيامة وبيرجع كمان الفرح. شكراً لك دكتور، أهلا وسهلا فيك وشوية نوال. زيد كلمي، إنه من بعد هودة ثلاثي تململ حجر في مغارة بيت لحم،
انتفضت الثورة والحرارة، حرارة الحب، التهبت طفولة يسوع، خرج الحجر إلى الفضاء، إلى الحرية، راح يضرب 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 ولا يزال يضرب. آه كم نحن بحاجة إلى حجارة، مباركة الحجارة الآتية، وطوبى لأنقياء القلوب والأيدي والحجارة. ولد المسيح، هللويا. شكرا دكتور، واهلا وسهلا فيك. انتهت حلقتنا لليوم.